انا ساره جمال مطربه صاعده جديده بقى زي ما تصنفني. حلو. مبدئيا ان مطربه ومعروفه ان المطربه محجبه هو عاملين اللي علينا وكله تمام، فهل شغلك ده صعب شويه؟ الحجاب بيصعب الشغل ولا مظبوط؟ كان الاول، دلوقتي الحمد لله لا، يعني شايفه الحمد لله. اهم الحفلات اللي شاركتي فيها ايه يا اسامه؟ عملت حفلات في الاوبرا وفي سيد الصاوي، في صندوق التنميه الثقافيه، حاجات تبع اصول الثقافه وكده. ابتدى ان انت بتغني بتشيل حفله لوحدك وبرده الموضوع وليك فقره كامله ليك؟ هي حفلات لوحدي بس، يعني الرسميه اللي تبع الدوله معايا فرق طبعا، يعني انا يعني بشارك ببقى مطربه مع فريق. سارة انا عايز اعرف منك، الغنى عموما سهل اليومين دول نقدر نقول ان حد في ثانيه ممكن يعمل اغنيه تضرب ويعمل ترند، ولا الموضوع صعب لسه؟ لا، موضوع الترند ده قصه تانية اصلا يا استاذ عاشور. موضوع الترند ده حاجه تانية خالص، يعني قصه كبيره كده. ايوه طبعا. بس يعني اول واحد بالنسبه لك وايه الكبير فيها عليكي؟ على السوشيال ميديا قصدك يعني؟ كبيره بالنسبه لك في ايه؟ هو انا اصلا ما بحبش السوشيال ميديا اصلا. بس لا يعني اخري ان انا يعني ادخل اعرف ايه الاخبار، ايه الدنيا بتاع، لكن مش متواجده قوي على السوشيال ميديا، بس بحاول طبعا ان انا الغي الكونسبت ده عشان يعني فعلا السوشيال ميديا جزء كبير قوي من حياتنا، خلاص هي بقت حياتنا مش جزء كبير، فلازم ده طبعا يتغير وبحاول ان شاء الله. انا عايز اسمع صوتك وعايز اعرف هل غنيت دويتوهات مع حد مره مشهور في حفله شاركت؟ يعني انا بصراحه الفتره دي يعني لسه ببدا بغني حاجات من التراث طبعا اللي احنا كلنا كبرنا عليه، يعني سيده ام كلثوم، ورده، نجات. قايل بقى انا عايز صوت بجد طبعا. هنسمع ونشوف. تحب تسمع ايه؟ نقول انت تختاري بقى زي لينا بقى. ماشي. مشينا وادينا من غير اهالينا ولا حد بيسأل فينا، مشينا وادينا من غير اهالينا ولا حد بيسأل فينا، ودار الدنيا غدارة غدارة بتقدر كل يوم بينا غدارة، علينا يا دنيا وجيت كتير على ناس قبلينا. الله 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 لا دي يلزم معلش بقى.